أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسر وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد, وعلي محمد فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين هذا دعاء مولانا الإمام محمد التقي الجوات صلوات الله وسلامه عليه اللهم لك الحمد على مرد نوازل البلاء وملمات الضراء وكشف نوائب اللأواء وتوالي سبوغ النعماء ولك الحمد على هنيء عطائك ومحمود بلائك وجليل آلائك، ولك الحمد على إحسانك الكثير وخيرك الغزير وتكليفك اليسير ودفع العسير، ولك الحمد يا ربي على تثميرك قليل الشكر وإعطائك وافر الأجر وحطك مثقل الوزر وقبولك ضيق العذر، ووضعك باهظ الإصر وتسهيلك موضع الوعر ومنعك مفضع الأمر ولك الحمد على البلاء المصروف ووافر المعروف ودفع المخوف وإذلال العسوف ولك الحمد على قلة التكليف وكثرة التخفيف وتقوية الضعيف وإغاثة اللهيف ولك الحمد على سعة إمهالك ودوام إفضالك وصرف إمحالك وحميد افعالك وتوالي نوالك، ولك الحمد على تاخير معاجله العقاب، وترك مغافصه العذاب، وتسهيل طريق المآب، وانزال غيث السحاب، انك المنان الوخاب. بعد الدعاء الشريف نبدا بتلقي الاسئله كالمعتاد على بركه الله تعالى. أه سئل الامام الحسين عليه السلام ما هي تلك التي معاويه؟ قال والله انها الشيطنه ولكن ملاحظتي في قراءه كتب اهل السنه انه يستعملون هذا الاسلوب اسلوب التحايل اللغوي او ان يحشون المواضيع يعني يبدا بشيء وينتهي بشيء اخر فما هو تعليلك لهذه العقلية؟ سابقا هذا قرأنا هذه الكتب ولاحقا حتى سمعنا من مفتي السعودية أنه قال على صدام أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فهذا يعتبر شهيد في هذا الموضوع ولاحظت يعني في زيارتي للمغرب انه المغاربه يعتبرون صدام شهيد فاني لما اتكلم معهم اقول لهم قبل ما نتكلم لنبتهل الى الله ان يحشركم مع صدام فهم في هذه الحاله يقولون لا اقف اقول لهم لماذا؟ يقولون واذا ذهب صدام الى جهنم اقول لهم تعرفون يعني انه يذهب الى جهنم ولكن تنكرون انه حارب المسلمين قتل خمسة خمس مليون مسلم فهذه العقليه يعني على ممر التاريخ ولحد اليوم شنو تعليلها وكيفيه معالجتها والسلام الله عليكم يعني هو ذاك الحديث الشريف لما يسال الامام صلوات الله عليه عن يعني مكر معاوية وتدبيره وانه هل كان راجعا الى العقل ام لا؟ فالإمام عليه السلام يجيب بما تفضلتم انه التي كانت معه هي الشيطنة. يعني ان الشيطان هو الذي يوحي اليه ويجعله يمكر ويغدر ويفجر وما اشبه. ويقوم بهذه الألاعيب التي أوصلته إلى الحكم وجعلت جماعة من الناس يفتتنون به ايضا وحتى من بسلالته من بعده لانه خرجت عندنا طوائف في التاريخ الاسلامي وهذه طائفه اليزيديه او الايزديه الموجوده بالعراق احدى ورثت هذه الطوائف تلك الطوائف كانت قد غالت في بني اميه ومعاويه فحتى بعض الطوائف تلك آمنت بأن الذين أوصى أو مو أوصى يعني الذين هم حجج الله على الخلق هكذا كما نقول نحن في آل محمد عليه الصلاة والسلام هم آل بني أمية كيف يقولون لما النبي صلى الله عليه وآله احتجم حجامة من الرأس أو من الظهر ما أذكر فتجمع دمه الشريف في قاروره تجمع فجاء معاويه وشرب هذا الدم فقالوا انتقلت الامامه من رسول الله الى معاويه وابنائه لانه دماء رسول الله شنو بدات كانت تسري فيهم وهذا الرجل اللعين عدي بن مسافر الاموي وهو من مو... من بني اميه او من مواليهم وهذا ذهب الى شمال العراق وهناك بث دعوته وجعل الناس يعتقدون بان الله قد حل في معاويه وفي يزيد وان يزيد هو الله المتجسد ولذلك انت تجد الى اليوم اليزيديه والايزديه اللي بي... بالعراق يجلون جدا يزيد بن معاوية ويحترمونه وكان عندنا شخص من الذين أسلموا وتشيعوا منهم وكان ينقل لنا العجيب عن تاريخه وعن معتقداته فمعاوية نجح في أن يجعل جماعة من الناس يؤمنون به وبعائلته وبقومه وعشيرته وأبنائه من بعد هذا الاعتقاد يعني إلى هالدرجة فتن به الناس هذا يرجع إلى الشيطان لا شك يعني الشيطان ساعده على هذا الأمر كما أن الشيطان نفسه ساعد أبا بكر أيضا على هذا الأمر على أن يعني يغتصب الخلافة ويتولى الحكم وهذا موجود عندنا في الروايات الشريفة أنه لما عمر جاء بابي بكر وكانوا يزفونه زف العروس الى منبر رسول الله صلى الله عليه واله بعد سقيفة بني ساعده بعدما اعلنوه خليفه واستغلوا كون امير المؤمنين صلوات الله عليه في منشغلا بتجهيز رسول الله صلى الله عليه واله وبتغسيله وتكفينه ودفنه فاستغلوا هذا الامر واعلنوا ابا بكر خليفه من خلال انقلاب سقيفة بني ساعدة وأخذوه مع جماعة يزفونه زف العروس إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فاعتلى المنبر فبدأ الناس يتقاطرون عليه لكي يبايعوها قبل الجميع جاء رجل شيخ كبير في السن وسلم وصافح أبا بكر وصفق على يده صفقة البيعة ثم قال الحمد لله الذي لم يمتني حتى جعلني اراك في هذا الموضع وذهب، الناس ما كانت عارفته إيه. انه من هو هذا؟ فلما سئل امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام عن هذا الشيخ قال هو ابليس. هو ابليس ابليس هو الذي جاء وكان اول المبايعين لابي بكر لعنه لا الله. فالشاهد هؤلاء يعني شوف اعلام الضلاله وأعلام الكفر وأعلام الفساد والإفساد في الأرض هؤلاء عندهم ارتباط وثيق بالشيطان وهذا مصداق للآية الكريمة التي تقول ما مضمونه أن الشياطين يوحون إليهم زخرف القول غرورا لأن يعني الشيطان أيضا يوحي يوحي إلى أتباعه والى المخلصين له يوحي اليهم كيف يتمكنون من حل بعض الامور، كيف يتمكنون من تدبير بعض الامور، بما يجعلهم ينصبون انفسهم حكاما، سلاطين او يضلون الناس وما الى ذلك. هذا من جهه. من جهه اخرى المجتمع يعني طبيعه النفس البشريه مع الاسف طبيعتها انها مع المتغلب. يعني من يتغلب يكونون معه. هذا هو الواقع. فلان يكون حاكما حتى في زماننا، هذا حاكم مثلا او رئيس جمهوريه او سلطان او من اشبه او ملكا. الناس كلها تتظاهر في كل سنه تهوس له. وتثني عليه وتمجد به وما أدري تنادي بحياته وتبدي ولاءها له وتقول الأمير المعظم والملك المفخم وما أدري المفدى المفدى يعني نفديه بأرواحنا صحيح لكن بس خلي يصير انقلاب على هذا الملك كل الناس تنسى الامير المفدى والملك المفدى والرئيس الشرعي وتهتف بحياة من؟ هذا الذي جاء. ياتي انقلاب ثالث ونفس العملية يعني الناس مع من غلب. الناس مع من غلب. هذا اكبر نموذج قطر هاي الدويلة. هذا الامير الحالي اللي مثل الخرتيت. هذا سوى انقلاب على والده سنة 95 وتسعين. صحيح كان والده رايح إلى مصر لا كان رايح أولا إلى مصر جولة رسمية رايح بعدين راح إلى المنفى سويسرا راح أولا إلى مصر رايح هناك حتى يسكر ويعربد وكذا فهذا استغل الفرصة أعلن نفسه أميرا هذا الأمير الحالي صحيح فالناس هم تقاطرت خلوهم بالتلفزيون نفس اليوم صباحا شيوخ العشائر وما القبائل والناس والوجهاء وفلان كلهم راحوا بايعوه مع انه بالامس كانوا يقولون اميرنا المفدى هو هذا و هذا هذا نفس الوالد اللي كان الخرف هو هذا نفسه كان مسوي انقلاب على ابن عمه كان ابن عمه وذاك ابن عمه مسوي انقلاب على ما ادري واحد من اجداد هذا اللي كان اللي سوى انقلاب على ابن عمه وهكذا يعني تاريخ من الانقلابات فبطبيعة الحال المجتمع مع من تغلب المجتمع مع تغلب إذا, إذا لاحظت هذا المعنى تفهم أنه ليش أهل الخلاف عندهم هذه الازدواجيات يعني في الوقت الذي يقول لك مثلا أنا أحب الحسين مثلا هذا الواحد العامي العادي رجل الشارع العادي تقول له تحب الحسين عليه السلام يقول لك نعم في نفس الوقت تلاقيه يحب هم يزيد يعني ما عنده مشكلة ويحب معاوية تحب عليا عليه السلام يقول لك نعم طيب تحب أبا بكر الذي ظلم عليا واغتصب مقامه أو تحب الزهراء عليه السلام يقول لك نعم وتحب أبا بكر وتحب عائشة التي كما في الروايات أظهرت يوم شهادة الزهراء السرور لاحظ شنو يقول لك هم نعم ليش؟ لأنه الطرف الآخر هو الذي تغلب <applause> هو الذي تغلب أبو بكر تغلب عمر تغلب عثمان تغلب معاوية تغلب يزيد تغلب حكام بني أمية حكام بني العباس حكام آل عثمان هؤلاء تغلبوا يرحمكم الله هؤلاء تغلبوا فهم معهم وأفتى فقهاؤهم إلى اليوم قالوا الخلافة تنعقد كما أنها تنعقد بالشورى لأنه هذا إشكال يتوجه إليهم دائما أنه أنتم تقولون أن الإمامة تكون بالشورى صحيح طيب وين الشورى متى حصلت الشورى إحنا ما شفنا لا بتاريخنا الإسلامي صارت شورى كل يعني أبو بكر جاء بانقلاب في سقيفة بني ساعد عمر جاء بوصية من أبي بكر لا شورى ولا بطيخ عثمان هم جاء بشورة سداسية محصورة ستة أفراد وكانت مهزلة مسرحية كانت يعني ما اشترك كل الأمة ما اشتركت قط في أنها بالشورة البيعة الجماهيرية الوحيدة التي بالفعل كل الأمة اجتمعت على رجل أو تنادت إلى رجل واحد هو أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بعد مقتل عثمان من بعد ملوك بني أمية ملوك بني العباس كل واحد كان يوصي بالخلافة إلى من يليه تاريخنا الحديث هم كلها الشكل. اما ملوك مثل ال سعود واما انقلابات عسكريه وكم دبابه والبيان رقم واحد مثل بالعراق وبمصر وباقي الدول. فاذا اين الشورى؟ فاذا هؤلاء كيف انتم تقرون بشرعيه حكمهم؟ <applause> قالوا ها الخلافه تنعقد بالشورى صحيح ولكن ايضا تنعقد لمن قهر ولمن تغلب بالقهر وبالجور وبالغلبه. تنعقد ولذلك أنا كنت أسخر منهم في بعض البحوث في المحاضرات كنت أقول شوفوا جبت أنا فتاواهم وآراءهم آراء فقهائهم فهو شنو يقول لك يقول لك هذا الخارجي الشخص الذي يريد أن يقوم بانقلاب على الدولة على الحكومة الحالية هذا يجب أن يقاتل ويكون باغيا ويكون ظالما وملعون وكل المساوئ به زين إلى حد ما يدخل القصر الجمهوري بس يدخل قصر الجمهوري ويجلس على عرش السلطان يصبح خليفة شرعيا ويجب أن يطاع ويبايع وتقبل يده خلاص هذا بعد السمع والطاعة ما يجوز لاحظوا شوفوا الازدواجية شوف التناقض ليش لأنه طبيعة الأديان المنحرفة والطوائف المنحرفة والمذاهب المنحرفة أنها تخضع للجائرين للسلاطين فأيا ما يقوله ذلك السلطان أو الحاكم الناس على دين ملوكهم هذا هو، أما المبدأ القرآني يختلف. المبدأ النبوي يختلف. المبدأ القرآني الله تعالى في آيات كثيرة يحضنا ويدفعنا إلى مقارعة الظالمين. أن اجتنبوا الطاغوت الطاغوت الطاغي المجرم المتجبر كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى الله عز وجل يقول اجتنبوا زين ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار مجرد الركون الى الظالم يعني واحد يقبل به مو بعد يعاضده ويساعده ويعمل لاجله لاحظتم؟ الله عز وجل يهدد ويوعد تهديد ووعيد لاحظتم؟ حتى في آية الكرسي الشريفة نحن نقرأ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أولا لازم تكفر بالطواغيت حتى تؤمن بالله. النبي الأعظم صلى الله عليه واله يأمر الأحاديث بهذا المعنى والمضمون أنه قائل الحق في وجه سلطان جائر هو شنو؟ أو الذي تخلى عن قول الحق في وجه الساكت عن الحق في وجه سلطان جائر فهو شيطان أخرس وقول الحق في وجه سلطان جائر من أعظم الجهاد لاحظتم؟ هذه كلها يعني أنت تلاحظ أنه رسالة السماء رسالة تدعونا إلى المعارضة تدعونا إلى الرفض ليش يسمونا روافض؟ لأنه رفضنا كل حاكم ظالم ابو بكر ثبت عندنا ظلمه وانحرافه فرفضناه عمر نفس الشيء عثمان نفس الشيء معاويه نفس الشيء بني اميه نفس الشيء والحكام الحاليين احنا رافضين لهم وهذا هذا هو السبب اللي يخلي امثال حسني مبارك وغيره يحقد علينا وليش ذولا حقد يعني شنو احنا بينا وبنوا طلاب هو يدري انه طبيعه الشيعة اذا ينتشرون ليش حسني مبارك يحارب التشيع في مصر مثلا شنو المشكله حكام العرب بشكل عام لماذا يحاربون انتشار التشيع في بلدانهم مدى يحارب الاباحيه في بلدانه؟ مدى يحارب نشر الشيوعيه في بلدانه، مدى يحارب نشر اي مبدأ اخر. اصلا مدى يحارب نشر النصرانيه ولا حتى اليهوديه ان كانت تنشر. يعني بشكل طبيعي ما تتعامل الدوله باي قسوه، اما بس تصير قضيه شيعه وتشيع وكذا تشوف ذلك العنف وتلك القسوه العجيبه. طيب ليش هذا على اقل تقدير عندكم وحسب فتاوى الازهر عندكم؟ مذهب اسلامي. شو يضرك انت انه انسان ينتقل من مذهب الى مذهب؟ لا يقول لك انا اعرف طبيعه المبادئ الشيعيه واعرف انه التشيع قائم على ايه اركان. ركن اساسي عند الشيعه شنو؟ رفض الظالمين. فانا حسني مبارك الان احكم مصر اذا انا اقبل بانه التشيع يكثر في مصر وتصير الاكثريه الشيعيه سيزيحوني عن مكاني. شيء واضح. لانه ما راح يقبلون بانه ابقى انا حاكما جائرا. وأعبث في البلاد والعباد كيف ما يحلو لي ما راح يقبلون لأن طبيعة الشيعي طبيعة ثورية الحسين عليه السلام علمهم وكل سنة هم يتذاكرون قضية الحسين ويتعلمون منها الثورة على الظالمين وحتى الهلاك النفس وإزهاق الروح في هذا الطريق يعني احنا شو نتعلم من الحسين عليه السلام انه الانسان يروح حتى يضحي بنفسه ويقتل في سبيل مقارعه الظالمين وجهاد الظالمين هو امر عظيم عند الله تعالى. صحيح؟ فهذا هو الفرق بيننا وبين اهل الخلاف. اهل الخلاف هاي الازدواجيات هاي الحاله التي تفضلت بها احدى اهم اسبابها انهم يخضعون للحاكم ايا يكن ايا يكن. وصدقني حتى لو جورج بوش يجي وهو يحكمهم هم أيضا يخضعون له ويسبحون بحمدي يخضعون لكل حاكم يخضعون لكل حاكم وهذا الذي الآن يأتي به أسامة بن لادن والظواهر هو حقيقة نقلة في إحدى جنباتها يعني نقلة نوعية في تطور الفكر ما يسمى الفكر السني لانه الفكر السني عموما فكر مسالم للحكومات، خاضع للحكومات. فهذا جاي يسوي لك تمرد على ال سعود وعلى الحكام العرب ويكفرهم وكذا، هو نوع من انواع النقله في هذا المذهب. ولذلك انا اقولهم اقرب الى فكر الخوارج. لان الخوارج هذه فكرتهم انه الانقلاب وال القتل والتدمير والذبح وما اشبه وازاحة وإزا... الحكام بهذه الطريقه. لاحظتوا؟ فهم اقرب الى النزعه هذه النزعه الخارجيه منها الى النزعه العاميه او نزعه اهل الخلاف او البكريين. فلو ان المخالفين يرجعون الى المبادئ القرانيه والمبادئ النبويه الشريفه اي ياخذون بمبادئنا نحن الشيعه في رفض الظلم والظالمين يعني يصيرون روافض مثلنا كانت هاي الازدواجيات اللي موجوده عندهم في عقولهم وفي اذهانهم هذه كلها تنحل وتنفك. لانه بس يحدد مبدا عنده ويقول لك انه انا مع المظلوم ضد الظالم تماما كما هو كما هي وصيه امير المؤمنين عليه السلام للحسن والحسين صلوات الله عليهما في اواخر ايام حياته، قال لهما كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، فاذا يخلي له هذا المبدا يمشي من بدايه الخليقه من البدايه يمشي حدد موقفه من كل شخصيه تاريخيه وشخصيه معاصره فيقول لك قابيل ظالم، هابيل مظلوم، إذا أنا مع هابيل ضد قابيل. نمرود ظالم، إبراهيم مظلوم، فإذا أنا مع إبراهيم ضد نمرود. فرعون ظالم، موسى مظلوم، فإذا أنا مع موسى ضد فرعون. وهكذا يستمر لك إلى النبي الأعظم صلى الله عليه واله، يقول لك أبو سفيان، أبو جهل، أبو فلان إلى آخره، أبو لهب ظلم. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان مظلوما فأنا مع المظلوم ضد هؤلاء الظلمة ويمشي لك يقول لك أبو بكر ظالم ثبت هذا بالتاريخ وفاطمة الزهراء عليه السلام الأمير المؤمنين عليه السلام هؤلاء مظلو هذان مظلومان فأنا مع هذين المظلومين ضد هذا الظالم عمر ظالم نفس الشيء أنا ضده عثمان ظالم أنا ضده معاوية ظالم أنا ضده يزيد ظالم أنا ضده ويستمر إلى أن يصل إلى صدام فتنحل هاي العقدة اللي موجودة ما يقول بعد صدام شهيد. ما يقول. يقول لا صدام ظالم ان هذا المبدا هاي القاعده التي عندي. لكن ما طول انه عند هذا الفكر اللي ورثه مع الاسف وهو فكر الخضوع للحكام وتجويز اي تصرف يقومون به. <applause> يعني هم ثبت عندهم في صحاحهم ان معاويه كان يامر بسب علي صلوات الله عليه. يعني. هذا موجود في صحيح مسلم. معاوية يقول لسعد بن أبي وقاص ما منعك أن تسب أبا تراب لاحظتوا مع هذا يقول لا معاوية مشكلة نغض الطرف عن أفعاله صحابي وجليل وإحنا رضي الله عنه وأرضاه يزيدهم نفس الشيء يترحمون عليه خصوصا أسلافهم وإن كان الآن يستحون من الشيعة إلا الوهابية الوهابية إلى اليوم يترحمون على يزيد البقية لا يعني يستحون شوية فما يذم يزيد لكن يقول الله والعالم يمكن بالجنة ويمكن بالنار قليلين فقط يتجرؤون على لعنه وتفسيقه وتكفيره إلى آخره فهاي المشكلة اللي موجودة يعني إحنا بس خلينا نشيل هاي العقدة من أذهان أهل الخلاف وما نجعلهم يرجعون إلى حكامهم وإلى صلاطينهم وإلى زعمائهم الذين يوحي إليهم الشيطان زخرف القول غرورا فإحنا تنحل هذه الازدواجيات وهذه التناقضات ويصف المجتمع شيخنا أثناء مناقشتي مع أخو من الأخوان الشيعة الموالين اللي يعارضونكم بمنهجكم في فضح أعداء للبيت يعني لعنة الله عليهم وبعد ما حاصرته من كل الاتجاهات وهو من أهل العلم فتطرق إلى مسألة يقول دأب بالمراجع انهم ساعات يكون يعطلون حكم من الاحكام لمنفعه اهم من الحكم مثلا يعني في حكم ممكن يصير فيه مفسده اذا انتشر بين الناس وهو حكم شرعي ممكن يعطلونه او ما يذكرونه او أن يعني لا يجاوبون على السؤال اللي يجي في هذا الحكم فمن ضمن هذه الاحكام وال اللي يعطلونها هي الجهر بلعن اعداء اهل البيت. فشنو ردك على هذا الطرح اللي طرحه هذا الاخ؟ يعني مع احترامنا طبعا لهذا الاخ الذي تقول انه من اهل العلم لكن اذا كان هذا هو طرح أهل العلم فعلى العلم والعلماء وأهله السلام اولا هنا اكثر من ملاحظه الملاحظه الاولى نحن نقر بانه لمرجع التقليد الذي له الولايه ان قلنا بولايه الفقيه فله ان يعطل بعض الاحكام بالعنوان الثانوي هذا له كان يقع هنالك مثلا وباء عام في الحج فيقوم المرجع مثلا ويصدر حكما مولويا ويعطل فيه في ذلك العام اداء فريضه الحج مثلا ممكن فاذا افترضنا انه انسان في ذلك العام تحققت له الاستطاعه وتعين عليه ان يحج تعلق الحج بذمته فإذا أصدر الحاكم حكمه بمنع الحج ذلك العام ولم يحج هذا الإنسان رجوعا إلى هذا الحاكم وثم مات هذا الإنسان في تلك السنة فإنه يكون مبرئ الذمة لا شيء عليه هذا نقر به لا شك على مبنى ولاية الفقيه ولكن هنالك أحكام ليس للفقيه أن يعطلها هنالك فرائض ليس للفقيه ان يعطلها كأصل وجوب الصلاة مثلا، وتعلق الصلاة في ذمة المكلف، فليس للفقيه ان يقول للناس لا تصلوا. نعم، للفقيه ان يقول انه اذا كانت الصلاة مضرة لك فأنت تنتقل وظيفتك من الصلاة بهذه الكيفية الصلاة قياما إلى الجلوس، إذا كان الجلوس مضرا بك فتنتقل وظيفتك إلى الاضطجاع، إلى الاستلقاء، إلى أن يصل الأمر إلى حتى أنه تصلي برمش العين. هكذا. فإذا هذا الكلام على إطلاقه غير مقبول، يعني لا يصح لهذا القائل أن يقول بالإطلاق بأنه للفقيه كل ما للمعصوم، المعصوم عليه الصلاه والسلام له الولايه التشريعيه المطلقه بحيث يتمكن ان يسقط الصلاه، يتمكن ان يضيف صلاه، يتمكن ان يسقط الصيام، يتمكن ان ينقل الصيام من شهر رمضان الى شهر رجب مثلا، لان عنده الولايه التشريعيه يهيمن على الدين، الله تعالى فوض اليهم صلوات الله عليهم امر دينه. أما الفقيه فقد اكتسب شعبة من تلك الولاية العظمى لم يأخذها كلها لم يأخذها كلها هذا أمر أول ملاحظة الأولى الملاحظة الثانية أنه نعم فلنسلم بذلك أي من الفقهاء الذي حكم اليوم خلي يأتيني بالحكم أي من الفقهاء الفقهاء مو منتحلي الفقهاء فقيه اي من الفقهاء حكم اليوم بحرمة اظهار البراءة من ابي بكر وعمر ومن اشبه جيب لي وين؟ وين الفتوى؟ وين الحكم؟ ولا فقيه يعني شوف اكو اناس تبني امور على افتراضات لمجرد ان الفقيه لم يصدر منه ما يؤيدنا فانه يفترض انه يكون عنده موقف معادي كلا ذاك الذي تريد إثباته أيضا وهو أن هذا الفقيه معاد ويحرم أو يسقط حكم الإظهار إظهار البراءة الذي هو الحكم الأصلي حكم الأولي لاحظتم هذا أيضا يحتاج إلى دليل هات لنا بالحكم هات لنا بالفتوى ثم ننظر أنه هل هذه الفتوى أو هذا الحكم صدر ممن له أهلية الإفتاء ام من ليس له اهليه الافتاء يعني هذه ايضا مساله ثم على فرض انه صدر ممن له اهليه الافتاء فهل انا مقلد لهذا ام مقلد لغيره كلمه واحده اتمكن اقول انه هذا انا لست مقلدا له ولا مقلدا لغيره يتمكن ان يقول امثالي انما اجتهد في هذه المساله واحدد واشخص تكليفي بنفسي. فإذا كل دعوة تحتاج أولا إلى دليل ولا دليل لصاحبك ما عنده حكم. وثانيا يجب أن ينظر أنه هل له أن يلزم الطرف الذي يعترض عليه بهذا الحكم أم لا؟ لذلك الطرف المخرج وكما أنه لو افترضنا أن هنالك فقهاء يمنعون إظهار اللعن والبراءة من أعداء آل محمد عليهم السلام فهنالك فقهاء أيضا قد أظهروه أظهروا البراءة وجهروا باللعن من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين والمعاصرين واحد من المراجع الفقهاء العدول الشيخ يعسوب الدين الرستقاري وهو أحد المراجع في قم المقدسة وحي إلى اليوم وهو يطلق عليه في الحوزة العلمية رئيس المفسرين لماذا؟ لأنه ألف أكبر موسوعة في تاريخ الإسلام في تفسير القرآن الحكيم موسوعة البصائر حتى المخالفين ما عندهم موسوعة بهذا الحجم أكثر من مئة مجلد في تفسير القرآن الحكيم لاحظتم؟ رجل جليل الشأن هذا الرجل يجهر بالبراءة ولعن اعداء اهل البيت عليهم السلام في خطبه في مؤلفاته ولهذا سجن في ايران يكفي لذلك الرجل الذي يريد المخرج اقول الذي يريد المخرج ان يقول لصاحبك اني مقلد لهذا ايش عندك انت وياي؟ روح انت قلد فقيه اخر يقول لك لا تسوي صحيح؟ انا قلد هذا الفقيه يقول لي مو مشكله سوي وهذا ماجور لاحظتم؟ هذا الامر او الملاحظه الثالثه، الملاحظه الرابعه نحن نناقش في انه يعني حتى لو افترضنا ان هنالك فقيها يقول بانه او يمنع اظهار البراءة من اعداء آل محمد عليهم السلام، فنحن ايضا نناقشه بانه اية مفسدة في هذا خلينا نناقشه التاريخ اثبت وعصرنا هذا اثبت هذا الذي نحن نحس به يعني صعب انكار المحسوس والملموس ها نحن قد اظهرنا البراءة وجماعة تبعونا على ذلك وجماعة سبقونا على ذلك والحمد لله صارت هنالك حالة عامة في كل بلد الكل وصله صوتنا بشكل عام اجمالا صوتنا وصل صوت هذا الاتجاه الذي لا يتحرج من اظهار حقيقه اعداء اهل البيت عليهم السلام على المنابر وصل الى الناس ماذا وقع؟ شنو اللي صار؟ حروب كلاميه على الفضائيات شويه تهييج وشحن طائفي هذا لا يعد مفسدة حقيقية وعقلائية تمنعنا أو تسقط أصل الحكم المفسدة الحقيقية وين تقع؟ لما تقع حروب على هذا الأساس لا تجيب للحروب اللي بالعراق الحروب بالعراق جرت جرت بسبب ماذا؟ كلكم تعلمون أنه قضايا سياسية وترتيبات وحروب إقليمية دخلت بالموضوع على أساس تصفية الشيعة وتصفية هذا بذاك وتصفية حسابات معينة مو القضية اصلها انه لانه والله فلان راح قاعد على المنبر وقال مثلا عمر ملعون مثلا لا هذا يكون نوع من السذاجة في الطرح فإذا جيب لي انت الان حربا بسبب هذا وقعت ولن تقع ليش؟ لانه عالمنا المعاصر محكوم بقوانين وبقواعد وباليات تمنع مثل هذه الحروب بس الناس مع الاسف ما تتفهم الى الان هذا صاحبك عايش في زمان بني اميه اللي ما كان اكو قانون ولا اكو دستور ولا اكو امم متحده ولا اكو منظمات حقوق انسان ولا اكو اعلام دولي لاحظت شلون؟ يعني هذه هي المشكله نحن نريد ان نستنقذ هؤلاء الاخوه من ان يعيشوا في زمان الماضي نريدهم أن يعيشون في هذا الزمان أن يعيشوا في هذا الزمان في عصرنا هذا نقول لهم فتحوا عيونكم العالم تغير الآن عالمنا مو مثل العالم السابق عالم السابق كانت نعم حكوماتنا ما أقول لك زمان بني أمية قبل عشرين سنة قبل عشر سنة خمسة سنة كانت حكوماتنا إذا تقتل جماعة من الشيعة داخل البلد ولا أحد يحس بهم في العالم ولا حد يضج صحيح الآن هذا الشيء ما يصير ليش لأنه كل العالم ينظر لكل العالم بالإنترنت وبالفضائيات وحتى بالموبايلات الآن صعب أن تخبئ جريمة أن تغطي على جريمة إذا صارت على فرض أنه جماعة من الشيعة قتلوا في بلد من البلدان لأنهم جهروا بلعن أعداء أهل البيت فرضان نقول صار هذا الشيء العالم كله سيضج الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والمنظمات الدولية والصحافة العالمية ووسائل الإعلام والشيعة أنفسهم فالحكومات ما تتمكن أن تتحرك بحرية خلاص الآن شوف خلي أقول لك شيء حتى تأخذها كلمة نهائية الآن الكرة الأرضية كلها بسبب العولمة مو فقط الاقتصادية مو فقط الاجتماعية مو فقط الأخلاقية العولمة السياسية أصبحت كل الكرة الأرضية دولة واحدة محكومة من واشنطن من البيت الأبيض غاية ما هنالك أنه في بعض البقاع أكو كونسل هذا كونسل مال بريطانيا هذا كونسل مال مصر هذا كونسل مال إيران هذا كلها صارت كونسلات يعني الحكومات اللي موجودة حكومات بلدية فقط إلك أنت حق انه تتحرك داخل البلد تسوي هذا تصدر هالشكل قانون هالشكل قرار اما في القضايا الرئيسيه والاستراتيجيه لا ماكو حكومه على وجه الارض الا ترجع الى واشنطن ما تقدر الحكومات الان تتصرف بكيفها ما تقدر العالم الان كله يتحول هالشكل حكومه موحده في الولايات المتحده الامريكيه في واشنطن وبقيه الحكومات عباره عن كونسلز فقط مو شيء آخر فالناس ماذا تعيش هذا العالم ماذا تعيش عالم الانفتاح الثقافي الرهيب الذي ليس له حدود بحيث أنه الآن لم يجدي نفعا ألف مرة قلنا يا جماعة لا يجدي نفعا اليوم أن تخادع المخالف كل مخالف ومخالف اليوم عرفوا حقيقة أن للشيعة موقف سلبي مناهض لأبي بكر وعمر وعائشة ومن أشبه أكو مخالف ما يعرف اسأل الطفل منهم بالشارع قل الشيعة منو يقول لك هذول يسبون أبو بكر وعمر يعرف فورا فليش أنت تخدعه ليش ما تصارحه <applause> قل له نعم أنا ضد هؤلاء بس عندي دليل أجيبه من كتبكم هذا أقوى من أنه أنت تسكت أنت لما تسكت تصير دليل ضعف تصير لزمة عليك يقولون هذا ليش يسكت ليش ما يدافع عن موقفه لاحظتوا؟ فإذا ماكو مفسده، هذا هراء، هذا نوع من من الوهم، اوهام احنا نخلق لانفسنا، لانه عايشين بالزمن الماضي، انا ما الوم هذا صاحبك، ولكن الومه اذا بعد عاش بعد عشر سنوات وما زال يحمل هك هذا التفكير، لانه هذا معناته هو مدى يتوعى، مدى يتطور في فكره. الى الان عايش في السابق. يا اخي المعادلات كلها تغيرت. كل المعادلات تغيرت. فالان هذه فرصة تاريخية موجودة عندنا في ان نبث كل ما لدينا بالدليل بالبرهان بالحقائق <applause> حتى الناس تتوعى وتهتدي الى اهل البيت عليهم الصلاة والسلام، القضية واضحة. القضية واضحة. فإذا لا مفسدة، هاي الملاحظة الرابعة. ثم الملاحظة الخامسة هنالك أمر نقضي. هنالك أمر نقضي. أنا أتعجب حقيقة انا شخصيا اتعجب انه كيف بعض الناس الذين هم من الد اعدائنا وخصومنا على هذا المنهج يمارسون نفس المنهج لكن باسماء مستعاره. يعني شيء عجيب هو ضدنا باعتبار انه يقول لك اذا اظهرت البراءة ولعن اعداء اهل البيت عليهم السلام فيعني كأنه مجازر ستقع مفسدة ستقع على كلامه صحيح قل له أنت نفسك ليش ما تسوي ليش ما تلتزم بهذا القانون الذي وضعته وهذا المبدأ الذي وضعته في الإنترنت أشوف بالإنترنت ما شاء الله وقت اللي يصير عندي مجال أروح على الإنترنت ما شاء الله في الكتابات في المواقع سواء أو صوتيا في الانترنت بس كله اسماء مستعاره طبعا كله اسماء مستعاره ما تقدر تعرف هذا حقيقه الانسان هذا منو ينزلوا لك على ابي بكر وعمر وعائشه واللي اكو واللي ماكو واللي اكو واللي ماكو اما شوف نفس هؤلاء شوف الازدواجيه اللي موجوده نفس هؤلاء اللي دي يسوون هذا الشيء ليش ما واحد يشكل عليهم يقولوا انت خد تسوي نفس القضيه انت تسوي مفسده إيش عجب هذا الذي يضحي ويظهر نفسه وعلنا وبالصوت بالصورة على المنبر ويقول هذا اسمي هذا أنا هذا مكاني يلا اللي يريد يذبح خلي يجي <applause> زين؟ هذا تنكر عليه أما أنت اللي متخفي وراء أسماء مستعارة وجبان وتمارس نفس المنهج وتقول لا مو مشكلة هذا تناقض فإما أن يمتنعوا هم نهائيا عن أي ثلب للظالمين وأعداء محمد عليهم السلام وإما لا يحق لهم أن يشكلوا على من يثلبهم وهو الشجاع ويقول هذا أنا بصريح العبارة ويظهر نفسه ما يختبئ وراء أسماء مستعارة وخلف خلف الشاشات والآلات الطابعة مالة الكمبيوتر لاحظتوا شلون؟ هاي الملاحظة الخامسة وملاحظة سادسة وأخيرة أنه إذا كانوا يقولون إنا نحن بسبب هذا المنهج نسبب مفسدة أي بعبارة أخرى بعض الشيعة يقتلون فعليهم أيضا أن ينكروا على فرض صحة كلامهم هذا وهو غير صحيح والحمد لله لم يقتل أحد بسببنا في العالم كله ولن يقتل إن شاء الله وإن كان أنا شخصيا أخواتي تدرون أدعو من الله تعالى أن أقتل شهيدا إن شاء الله على أي حال فإذا كانوا هكذا يقولون فأول من يجب أن ينكروا عليه على مبناهم وعلى قاعدتهم هذه الهرائيه الزائفه، اول من يجب ان ينكروا عليه انه تسبب في مقتل الشيعه في زماننا المعاصر حسن نصر الله مثلا. لانه يعني حسن نصر الله ما ما يعمل بالتقيه امام اسرائيل، يعمل بالتقيه ما يعمل امام الصهاينه. وانا مو ضد طبعا ان ان لا يعمل بالتقيه ضد الصهاينه، بالعكس انا اؤيد ما أنه أعارض ولكن أقول على مبناكم يعني ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم فهو يقول أي عمل اللي يؤدي إلى مفسدة ومقتل مقتل للشيعة فأنا ضده طيب هذا هو عمله بسبب تصدي لإسرائيل شنو دي يصير يقتل الشيعة كثيرين في لبنان وهاي الحرب الأخيرة اللي صارت 2006 هو دمروا لبنان عشرات ومئات القتلة الشيعة الأبرياء رجالا نساء أطفالا صحيح لو لا, لا. الف قتيل احسنتم الف قتيل ومن بينهم نساء واطفال الشيعة ليش ما يجي كلام على حسن نصر الله مثل ما يجي كلام على ياسر الحبيب اريد افهم ليش انتم عندكم ازدواجيه بالمواقف اما تخلي لك مبدا تقول يجب ان نعمل بالتقيه على طول الخط فاذا اول من يجب ان تلزمه بالتقيه حسن نصر الله تقول اسوي تقيه امام اسرائيل اسرائيل اقوى من عندنا خلاص انت سوي تقيه امامهم اسرائيل راح تدمرنا تصفينا تقتل الشيعة إذا واحد يقتل من الشيعة أنت الدماء برقبتك أما لا يقولون له لماذا؟ لأنهم يحبونه أما أنا لأني يبغضوني بصراحة خلي أتكلم يبغضوني لأني لا أوافق على مرجعياتهم ولا أؤيد مرجعياتهم وعندي إشكالات شرعية على مرجعياتهم فيقولون إذا هذا يجب أن نسقطه هي القضية مو حبا في علي وإنما بغضا لمعاوية لاحظتوا القضية مو حقيقية القضية مو مبدئية القضية مو شرعية القضية أهوائية القضية أهوائية عجيب أنه هذا الطرف اللي ما سبب مقتل إنسان شيعي بالعالم يقولون أنت تسبب مفسدة وذاك الطرف اللي بالفعل علنا جهارا نهارا سبب مقتل مئات الشيعة وألوف الشيعة ما يقولون أنت تسوي مفسدة ليش هذا التناقض والازدواجية في المواقف هذا غير صحيح هذا غير صحيح فانقل هاي الملاحظات لصاحبك وان شاء الله يرجع اليه او يرجع الى هداه ان شاء الله تعالى ابو الشيخ الكريم ما هي شرعيه الانتخابات العراقيه والحكومه العراقيه ايضا وماذا تقولون بتمسك بعض الاحزاب بالمرجعيه مثلا هذه القائمه هي قائمه المرجعيه وعائد المرجعيه وشراء بعض الذمم سواء كانت بالماده او غيرها او بالجاه لغرض انتخاب او كسب الاصوات لغرض الفوز بالانتخابات جزاكم الله خير الجزاء. يعني اما بالنسبه الى شرعيه الانتخابات ف يعني على قولنا أنه لا بد للناس من أمير كما قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه فيمكن أن تجوز هذه الانتخابات هي طبعا لا شك أنها لا تخلو من إشكال لأنها ليست تحت نظارة شورى الفقهاء المراجع ولكن يعني هذا هو الوضع القائم ولا بد للناس من امير برا كان او فاجرا يقول امير المؤمنين عليه السلام والا يقع الهرج والمرج ولا تنتظم امور الناس هذا هو المتوفر فعلا بحسب المعادلات السياسيه والدوليه القائمه فلا بد من انه بنحو ما تجرى هذه الانتخابات ويصل احدهم وعادة لا يكون كفوءًا ولا أهلًا، يصل ويحكم الناس حتى لا تقع الفتن أو لا يحدث الهرج والمرج، والأمور تختلط وتتضعضع الدولة والمجتمع. أما أنه بعض الأحزاب اللي موجودة، طبعًا أنت تعرف موقفي، أنا كل الأحزاب العراقية ما أشتريها بفلسين. والأحزاب الأخرى أيضا يعني كلها أصلاً أحزاب تتستر بالدين أعني الأحزاب الدينية يعني التي تتحدث عن أنه إحنا إسلام وتشيع أهل البيت عليهم السلام كذا كلها ألاعيب وكلها كذب وخداع وتضليل للناس وتأكل واستئكال بأهل البيت صلوات الله عليه ولذلك أقول أن هذه الأحزاب لو كانت تصبغ نفسها بالصبغة الوطنية البحتة وما تحاول انه يعني تجير الدين من اجل مصالحها ودفع الناس للانتخاب وكذا هذا يكون جدا افضل على الاقل هذا يحفظ قداسه الدين وقداسه اهل البيت عليهم الصلاه والسلام يعني قد اهل البيت هؤلاء الائمه المعصومين صلوات الله عليهم لا يجب ان يكونوا عرضه للمماحكات السياسيه والانتخابيه وما اشبه هذا يصير هتك لاهل البيت يعني هاي مصيبه صايره والمصيبة الأعظم لما نجد أيضا بعض العمائم مثل مع الأسف التجربة اللي تصير الآن بالعراق مثل ما صارت بإيران، عمائم دخلوا بالحكم بالانتخابات فالآن شوف الشعب العراقي قبل السقوط كيف كان يحترم العمائم وكيف كان يحترم رجال الدين، والآن شوف كيف أنه لا يحترم رجال الدين وأهل العمائم، ليش؟ لأنه رأى هؤلاء دخلوا في هذا العالم القذر، عالم السياسة عالم قذر معروف يعني إلا من عصمه الله تعالى. وهذا دخل في هذا العالم باسم العمامة وباسم رجل الدين وباسم العالم أحيانا والناس شافته على حقيقته يعني كان يتلاعب بالدين ويكذب ويمارس مختلف الألاعيب السياسية فالناس كفرت برجال الدين يعني هذا يعطي صفة سلبية ولذلك أنا ضد أنه رجل الدين يشتغل بالسياسة اشتغالا صرفاً يمكن لرجل الدين من خلال وعظه من خلال ارشاده من خلال خطاباته على المنبر ان يبدي بعض المواقف السياسيه لا اشكال في ذلك من باب الامر المعروف والنهي يعني عن المنكر لكن انت لا تدخل لا تصير سياسي لا ترشح نفسك انتخابات لا تدخل في هذا الميدان حتى تتلوث وتلوث حتى بالبرلمان حتى بالبرلمان هو انا ضد هاي البرلمان شنو ضد البرلمان نفسه انه يصير اكو معممين بالبرلمان ويصير بينهم هاي المماحكات وهالنقاش لأنه هو عالم قلت لك عالم قذر احنا ندري اشتغلنا سياسة من ذي قبل ونعلم انه عالم السياسة ما تتمكن انت انه تعيش به وانت ملتزم بمبادئك مئة بالمئة الشرعية قلت الا من عصمه الله تعالى وهم اقل القليل وهم اقل القليل هاي النقطة الثانية، النقطة الثالثة أنه البعض يحاول أن يلصق نفسه وأحزابه بالمرجعيات الدينية. المرجعيات خو احنا رأينا مواقفها الرسمية سواء مرجعية اللي بالنجف الأشرف أو غيرها أنهم قالوا بصريح العبارة أنه نحن لسنا وراء أي قائمة بعينها. ماكو قائمة يعني اللي أو وراء شيء يسموه حزب معين احنا وراءه. البعض يخدعون الناس باسم المرجعية وصور المرجعية وكذا ويحاولون أنه الناس تنتخبهم بهذا الأسلوب ما رأينا يعني أنه أكو موقف رسمي من المرجعية في تأييد قائمة معينة أو دفع الناس لقائمة معينة أكو الناس؟ لا شرعا لا يعني إذا أمر مجاز يعني يبدو انه ماكو اشكال، طبعا كل يرجع الى الحاكم الشرعي في الموضوع، يعني انا لو خليت والامر ما انتخب. <applause> ما انتخب لانه ما ارى يعني انه اكو صلاح اصلا على ما يبدو، ولكن النتيجه الامر بيد يعني من هم من اهل تلك الديار وهم اعرف. اما قضيه انه الرشوه وشراء الاصوات قصدك مو؟ شراء الاصوات فهذا اكو فتاوى صدرت بانه هذا عمل محرم. ولا يجوز